السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا الفيديو، جيت لنشترك معكم وصفة فعالة، وصفة طبيعية مجربة في علاج مسمار الكيف، ولكن خاصها متابعة أو يعني تداوموا عليها واحد الفترة ياك تعطي نتائج زينة. كيف تعرفوا مسمار الكيف؟ الناس كتعاني منه، كتعاني من واحد الالم، وبالاخص الناس كتوقف بزاف، فما يقدروا يستحملوا الوقوف مده مطوله. هون عايد في كرعين ولدي او في قدمين ولدي الثنتين، في الصباع الكبير وفي قلب الكراع وفي جنب الكراع الثانيه. اذا طريقه وتحضير المرهم والمراحل باش نعالجوا هذا المشكل هذا في الفيديو، تابعوا الفيديو الى الاخير ياك تفهموا الطريقه والمكونات والنبي. اذا الطفيلات هذا يعني في علاج هذا المسمار الكيف او مسمار القدم او كي يقول له المسمار اللحميه، المرهم اللي راهي نحضروا لها او الوصفه اللي راهي نحضروها اللي غنستعملوها في مراحل العلاج، عندي هون ثلاث فصوم ديال الثوم كبار، او الا كانوا صغار ديروا ستة، انا عندي هنا جوج كبار وجوج صغيرات، يعني تقريبا بهذا الحجم ثلاثة الا كانت الثومة كبيرة، ثلاثة الفصوص ديال الثوم كبار ولا ستة صغار بهذا الحجم. عندي هنا واحد الملعقة صغيرة من الملح، الملح ديال الغذاء، وعندي هنايا كيف تشوفوا هذا أزير، ملعقة صغيرة مليئة من أزير، ملعقة من الشيح، وشوي من أم الناس أو المرة، مصطلح يعني العامي ديالها هو المرين، قالها المرة شوية، فما كثرت منها كيف تشوفوا، شوي فقط. دورها هي التعقيم، ويعني كتعقم يعني تعقم المكان وتعقمنيت هذاك البلاصه اللي هم نستعمل فيها المرهم. اذا على بركه الله، اول شيء لهنا طحن الشيح وازير او اكليل الجبل، يعني نعاود اسمائهم، الشيح ملعقه من الشيح، ملعقه من ازير او اكليل الجبل، وقطعه او حبه صغيره من المره او ام الناس. وعندي كذلك هنا ثلاثة الفصوص ديال الثوم كبار أو ستة صغار. هنا عندي ملعقة ديال الملح ديال الطبخ أو الملح الغذائي العادي. كذلك عندي هنا الزيت، الزيتون، الزيت اللي قد اشتركت معكم قبل، درت فيها حبوب الزيت الزيتون أو بذور الزيتون. غنحتاج كذلك الزيت باش نخلط او باش نحصل على واحد المرهم قوامه مثل البوماده او مثل الكريم. اذا على بركه الله، كيف قلت لكم غادي نطحن هادو مزيان حتى نحصل على بودره، يعني غنطحنهم في مره، كل شيء غنطحنه في مره، وهذا غندقو حتى نحصل على عجينه، ندقو مزيان، ولا الا كانت المونينيكس طحنوه، يعني روبو كهربائي طحنوه حتى تحصلوا على عجينه ديال الثوم. إذن على بركة الله، كذلك حتى الملح هذه غنضيفها على أزير والشيح والمر، باش لأنها هي كيف تشوفوا خشينة شوية، باش تعود رطبة، يعود لكل شيء، يعني يعود عندي بودرة ديال كل شيء، يعني ما تعود جيني المرهم أو جيني الكريم خشين. كيف تشوفوا راه يعني طحنت المكونات اكليل الجبل والشيح والمره، كذلك طحنتهم وحصلت على بودره ديالهم. غادي ندريك ندوز ندق نقشر الثومه وندقها. كيف تشوفوا الطافيله درتهم في المهراز، يعني غندق الثومه فقط في المهراز، ما نحتاج لان عندي الروبو كبير شويه، وغادي نكتفي فقط بالمهراز ندقهم ونرجع لكم. اذا طفيلات بعد ما دقيت الثومه حصلت على عجينه ديال الثومه، لهين خلطت المكونات ديالي في هذا الكاس اللي كيتسد، كيف تشوفوا يعني خاص شي حاجه تسد، باش لان العلاج ديال هذا
المسمار العظ المسمار العظم او مسمار الكيف كيحتاج نداوموا على هذه الوصفه اكثر من يوم واحد او يومين، يعني تبقاو تداوموها حتى يخرج يعني يبرى من العمق ديالو او يخرج الجدر ديالو او القلب ديالو كيف نقولوا حنايا يتحيد. داكشي علاش سماه المسمار. كيف شفتوا هنا راه درت الثومه العجينه ديال الثوم، وله نضيف البودره ديال الشيح كليل الجبل والمره او مناس. ولا نضيف عليهم زيت الزيتون كذلك. الا كانت عندكم زيت الكوكو الاصليه يعني مخدومه في الدار فحتى هي تقدروا تضيفوها. بالنسبه لهذا الزيت راهي زيت العود اللي اشتركت معكم قبل، او زيت الزيتون اللي اشتركت معكم درتها معكم، راه الرابط ديالها على القناة. وهذه هي الخلطه اللي لاهين نحتاجو باش نديروها على مسمار كيف. وندوزو دريك للمرحله الثانيه او يعني ندوزو نرطبو الكراع اللي فيها هذا المسمار هذا في واحد الحمام سخون. بالنسبه ما نديروش الحمام سخون الكراع قبل ما هي الاولى، يعني نحضروا هذا المرهم او هذا الكريم اللي غنديروا على مسمار الكيف او مسمار الرجل، نحضروا هذا المرهم كمرحله اوليه. ياك نعودوا ندوزوا نرطبوا او نديروا الحمام الساخن للرجل باش يرطب لينا هذاك المسمار وننقوه مزيان، نعقموا يعني المنطقه مزيان وننشفوا مزيان، عاد نعودوا نديروا هذا المرهم. المهم طفيلات المرحله الثانيه هي كيف قلت لكم غادي نرطبوا هذاك مسمار اللحمي او مسمار كيف او مسمار العظم كيف كيقولوا له، يعني المتداول عليه في بعض الاماكن. عندي هنا وجدت كيف تشوفوا فوطه باش ننشف، فوطه نقيه. عندي كذلك هنايا بيتادين اللي غنضيفوا على الماء، بيتادين الا ما كان بيتادين ديروا اي صابون يكون بحال صابون ديتول ولا اللي كاين عندكم صابون ديال الغسيل ديال الجسم. وعندي هنا الخل الابيض غندير حتى هو قطرات منه. وعندي هذا داك الوصفه او داك المرهم او الكريم اللي صايبنا اللي غندير من بعد. وهنا عندي اناء والماء خصو يكون البنات سخون، يعود سخون، راعي الماء سخون حتى يعود سخون بمعنى الكلمه، يعني ما يعود يعني غير ديري فيه صبعك. المهم ما يقد يستحملوش يعني ما تقدش تبطى فيه للرجل، يكون الماء سخون شويه باش انت غنحط يحط الكراع ويهزها يحط الكراع حتى يعود يقد يستحملها، يستحمل الكراع تسكن فيه. يعني الماء خصو يكون سخون، ما يكون طايب اللي قاع يسلق ويحرق، فقط يكون سخون يعني ما يقد يستحمل، يخليه لواحد فترة واحد الفترة مسكر رجله، خصو يهزها ويحطها يهزها حتى يقد يستحمل الماء. إذا خليكم معايا باش تشوفوا طريقة يعني ترطيب المسمار. مهم لين نفرغ الماء في البانيو أو في هذا الصحن هذا، تشوفوا راهو سخون، غنزيد عليه قطرات من الخل. قطرات من بيتادين ومن بعد نحط يحط الكراع
يحطها وهزها بشوي بالعجلة، حطها هزاكم بحال هكا، يحطها ويهزها. ومن بعد الطافيلات يعني دابا راه ولا كيستحملو، بقى كيحط ويهز ويحط ويهز حتى ولا كيستحمل، يعني يستحمل يحط رجلو. وخلى هزت شويه شويه البيتادين كيف تشوفوا، وكذلك زدت شويه ديال الخل ابيض. ويبقى حاط رجليه فيه مزيان حتى يبرد الماء تماما، ويخرج رجليه كيف شفتوا. ها هو المسمار كيف هنا عنده، هنا وعنده في القلب ديال الكراع، وهنايا في الجنب. المهم دائما كل ليله يعني غديروا هذه الطريقه، وديروا هذاك المرهم او هذاك الوصفه اللي صايبنا، هذيك الكريم اللي صايبنا او العجينه اللي صايبنا، يعني ديروا بهذه الطريقه يوميا. يعود الماء سخون، رطبوا المسمار مزيان، مسمار كيف او مسمار اللحمي، ومن بعد نشفوا مزيان، نشفوا مزيان بالفوطه ياك تعودوا ديروا هذاك الكريم. ومن بعد ينشفوا الرجلين مزيان من الماء مزيان. من بعد ما نشفتهم الطافيلات كيف تشوفوا، ها هو واحد المسمار هون عنده، عندي هاد اللاصقات هادو او هاد الفاصمات اللي غنديرهم، يعني فين ندير المرهم او هذاك الكريم غنديرو، غنلصق عليهم هادو باش يسكنوا هذاك المرهم حتى الصباح. وبالنسبه لهاد الوصفه الطافيلات يعني باش تعدلوا هاد الطريقه هذه، فيستحب يكون الشخص ما يتحرك، يعني الوقت اللي يبغي يرقد عدلوها باش ما يتحرك، وبهذا تستفاد يعني يقعد المرهم فوق المنطقه المصابه اطول وقت ممكن. كيف قلت لكم عند كاينه هون في عنده هنا في هذه البلاصه، وعنده في هذا الصباع الكبير، غندير المرهم كامل في هذه البلايص هادو. الا ما كانوا الفاصمات هادو اللاصقين، ديروا السلوفان، حتى هو السلوفان غادي يزير على البلاصه وما يخليش المرهم يخرج لينا. اذا على بركه الله راعي المرهم اللي حضرنا قبل هذا، باش قلت لكم الطافيلات حضروه قبل باش تكونوا غير تسالوا من ترطيب السمو، ديروا مباشره هذا السمو، هذا المرهم هذا بهذه الطريقه هذه. وندير عليها هذا اللصقه هذه، وبالاخص الاطفال من الافضل يديروه في الليل، لان يعني الاطفال راه ما نقدر نفهموهم شنو معنى يقعدوا يسكنوا بهذه الطريقه هذه. ونخلوه حتى الصباح، حتى الصباح ويتحيد ديك الساعه، كذلك الصباع الثاني نفس الشيء للصباع الثاني. المهم بعد ما طبقته كيف تشوفوا، راح ندير كذلك حتى هو عليه الفاصمه.
اذا الطافيلات كيف شفتوا راه درت لهم كامل، درت لهم هذيك الفاصمه، وهذيك الفاصمه مع المرهم فيه الزيت، يعني واحد البليصات يعني تفتحوا لي، واضطريت ندير سالو فان باش نثبت هذا المرهم هذا ونضمن عنه ما يطيح ليا اطول فتره ممكنه. اذا بهذه الطريقه هذه نخلي حتى يعني اطول فتره ممكنه نخليه على الرجل، ومن بعد نعاود الطريقه ونعاود الوصفه نكررها شحال من مره. من بعد راه غيطيح سبحان الله هذاك مسمار الكيف من الجدر ديالو ومن الاعماق ديالو. المهم غنتبع الطريقه والنتيجه لهي نشتركها معكم ايضا، والنبيكم.